صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 75 سنة 2023 بتعيين مديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه يعين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل من السيد صباح طارق عدب الجلاهمة مديرا لإدارة الحسابات العدلية، السيد عبد الرحمن عصام عبد الله محمد مديرا لإدارة أموال القاصرين.